هاد الوقفه ما يمكن الا تكون من اجل يعني وضع الامور، نحطوا الامور فين خصها تحط، لانه عينا المغاربه عياو باش يبقاو يشوفوا روسهم كل مره معنف واحد معنفه وحده، كل مره كنشوفوا مالين السيوفه كيدوروا، مالين السيوفه في الفيديوهات، مالين السيوفه كيهددوا عباد الله، تنشوفوا الناس مقرقبين وتنشوفوا الناس مكرفسين، مساكن داك الشيء مفروض عليهم، الوضع الاجتماعي ديالهم فرضوا عليهم، ولكن ما خصوش يكون تيتوثق، لانه التوثيق ما كتخافش على الكبير، الكبير راه بعقله وعارف، تخاف على الدراري الصغار، على دوك الاطفال اللي غادي توصلهم داك الفيديو، كيفاش غيشوف؟ غيشوفوا باللي بحال انجاز، لانه هذا دابا اللي دار هذه الجريمه، راه بالنسبه لي انجاز، هو انجاز كبير، راه قداشنا هو دابا، هو راه بطل في نظر راسه وفي نظر هذوك صحابه اللي كانوا معاه وداك الشيء. اذا هذه المساله هذه راه هو راه ما واعيش، ما عارفش، خصنا نحللوه، خصنا نشوفوه، خصنا نديوه لسميتو الطبيب يعرف شنو هي المشاكل الرئيسيه اللي خلاته يوصل لهذا المستوى، وديك الساعه نتاخذوا فيه العقوبات، نعرفوا بعد الظاهره عاد نتاخذوا العقوبات، ماشي نجيو غير هكاك السلام عليكم صافي راه عاقبناه، صافي عاقبنا هذا، غادي يخرج لنا واحد اخر غدا، غتخرج لنا واحد اخر غدا، كاينين بزاف ديال المظاهر، وهذا مشكل، مشكل كبير، وكيخصنا نتجندوا كاملين، دوله وحكومه وبرلمان واسر ومجتمع مدني، كلنا نتجندوا لاننا نلقاو شي صيغه باش نحاربوا هاد الظواهر هادي. تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، ايام 24 عيونكم التي لا تنام.